السلام عليكم، زكريا أوراسا، ممثل مدينة خليفرة في برنامج ستاند اب 2019 وفائز بلقب ستاند اب 2019. الفكرة ديال المشاركة في ستاند اب هي جات من خلال الموهبة. كنشوف راسي بلي انني عندي واحد الموهبة، قلت علاش ما نمشيش نجربها ونكتشف راسي. انا مشيت شاركت في الكاستينغ ديال مراكش والحمد لله جاب الله التيسير، وكنت ما بين 24 كونديدا اللي دازوا في البرنامج، والحمد لله سهل الله ودابا راه انا اللي خديت اللقب، وهذا شرف ليا كبير. في الصراحة كان عندي واحد توقع بلي انني غادي نفوز باللقب ديال ستاند اب من خلال لي سكيتش اللي دازو، من خلال الارتسامات ديال الناس اللي كانوا كومونطيو لي على لي سكيتش ديالي. تقريبا كانوا لي كومونتير بزاف ايجابية، وكان تفاعل مع الناس زوين. وفي الاخر السكيتش ديال الدومي فينال اللي كان ديال البرد، هو كان عنده واحد المشاهده كثيره في اليوتيوب، وبقى في الطوندونس هو الاول. يعني هادشي هذا كله كان يعطيني واحد الامل باش ندير لقب ديال ستاند اب، وكنت كنقول علاش لا ما نكونش انا هو ستاند اب. بالنسبه للي كونديدا كانت بيناتنا اجواء زوينه، كنا كنعيشوا داخل الاكاديميا واحد الجو اخوي، كنا كنريبيتو على لي سكيتش كاملين، كنتعاونوا على لي سكيتش. يعني كانت واحد الاجواء غادي نفتقدوها دابا مورا ستاند اب. بصراحه غادي نفتقدوا ديك الاجواء اللي كنا كنعيشوا، وفي صراحة حنا باقيين خوت وباقيين على تواصل ان شاء الله، وغادي نخدموا جماعي ان شاء الله. بالنسبه للسكيتش اللي كنت نوجد لهم، كنا كنوجدوهم في الاكاديميه بالمساعده ديال لي كوتش الاستاذ جواز صويل حيوسف كامل. يعني هادشي كله كان عليه حتى هو واحد التاثير على السكيتش، لانهم كان تاثير ايجابي عليهم حتى هما، كانوا كيعاونونا كانوا كيساندونا، وكنا كنستافدوا من التعليمات ديال لي جيري داخل البلاطو على السكيتشات اللي سبقوا. وكذلك كنا كنشوفوا المواضيع اللي كتعطانا واللي كنختاروها نلعبوها، وكنخدموا ان شاء الله، وكنا في المستوى الحمد لله. المنافسة اللي كنت كنشوف في المواقع التواصل الاجتماعي، كانوا كيقولوا الناس بلي كاينه المنافسة ما بين عبد الله البركاوي وزكريا أوراسام. بالنسبة لي انا كل واحد الستيل ديالو، انا وعبد الله البركاوي خوت داخل الاكاديميه، كنا مصحاب وكنعيشوا مجموعين، كنتعاونوا على لي سكيتش مجموعين، يعني كنا خوت. وبالنسبه ليا كون داها عبد الله البركاوي الله يسهل عليه كما هو ديتها وفرح ليا، يعني حنا خوت، وهذه كتبقى مسابقه وكل شيء، وكل واحد كيبان الستيل ديالو. انا خديت اللقب ديال ستاند اب. احسن حاجه عجبتني هي التهنئات اللي جاوني، والناس تيتصلوا بيا كيباركوا ليا، يعني لقيت بني بزاف ديال الناس فرحوا ليا باللقب، وفرحت انا حيت اللجنه ديال التحكيم حتى هي من اللي سالا البرنامج جاو هضروا معايا باركوا ليا في الكواليس. يعني داكشي بقى راسخ ليا في الذهن ديالي، وشكرا ستاند اب، وشكرا لجنه التحكيم، وشكرا لجميع الناس اللي سهروا على ستاند اب. تنقول استاذه دنيا باطمه شكرا على الراي ديالك في السكيتش ديالي، شكرا بزاف. تنعتز بالاستاذه دنيا باطمه، وانا من المعجبين ديالها. بالنسبه بعد المرور ديالي في ستاند اب، جاوني بزاف ديال الاقتراحات باش نشتغل في مجموعه ديال المهرجانات. هادشي كله شرف ليا، يعني من بعد ما زدت في ستاند اب عطاني حل ليا مجموعه ديال البيبان باش نخدم في مهرجانات، نخدم في ان شاء الله علاش لا في دي سيت كوم، يكونوا في رمضان، يكونوا في التلفزه المغربيه ان شاء الله. شرف ليا ان شاء الله. الناس اللي صوتوا عليا شكرا لكم، الله يكبر بكم على الاهتمام ديالكم وعلى الرسائل ديالكم اللي كنتو كتصيفطوا ليا. شكرا على الناس اللي صوتوا عليا، شكرا على الناس اللي ساندوني باش نفوز باللقب ديال ستاند اب. وتا انا كنوعدكم ان شاء الله بلي انني غادي نبقى في الساحه الفنيه، وغادي يبقى اسم ديال زكريا أوراسام حاضر في الساحه الفنيه ان شاء الله. وكذلك تنوعدكم مجموعه ديال لي سكيتش جداد، ومجموعه ديال الفيديوهات جداد على اليوتيوب ان شاء الله قريبا. وكذلك مرحبا بكم، ومرحبا اللي بغى زكريا، مرحبا على الراس والعين، وشرف اليوم. شكرا بزاف، وتنمير تهيواوي، وما كاينش المزاح، تنمير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.